اسمها في دايس ديال بافو ديال بيبي والفرماج درت ليه هنايا ندير كاع فيه التفاح وختمي. هذا هو المقص ديال اليوم. هادشي يا سير صباح خير بنات، كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير. مهم انا راه ديت الدنيا المدرسه كما كتشوفوا وقنبوقه بنات فيه الناس فيه الناس فيه المدير الناس البنات. البارح ما نعشتش مزيان والو 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 ما عارفش الناس ما بغاش يجيني، قال لي الا جيت راني بحالك ما بغاش يجي. جوج ديال الليل مشيت قلت صافي غادي نحاول نعس وصافي الناس ما بغاش يجيني البنات ما عرفتش يمكن كاع ما كنضر ما نعس والو لاني كنعس وكنفيق كنعس وكنفيق والو والو ما نعس والو. وكما قلت لكم البارح قلت لكم عندي واحد سمحوا لي البنات والله انا ميته بالنعاس. المهم كان عندنا واحد ما عارف شنو سميته والله بغيت نمشي باش نعرف ونقول لكم. المهم غادي نديرو بحال ندير واحد النهار خاص بالخدمه غيهضروا على شي ديال الخدمه يمكن لابد تمهد دير بريزونطاسيون على الخدمه وداكشي. وكنت معوله الصراحه نمشي ساعه جوج البنات اللي كيقراو معايا زعما من هنا كنمشيو بجوج بدا وحده فيهم ما غاديه وعكزوني الصراحه ما كون غادي شي وحده فيهم نمشي واخا فيا المدير العين نمشي صراحه ولكن ما بغاوش يمشيو عكزوني صافي ما قديتش نمشي. سمحوا لي كنحرك التليفون والله الا في مديرنا. المهم كنت قلت لكم نسجل لكم ولكن للاسف ما غاديش نسجل لكم وصافي. قلت لكم فقت ديتني بعد المدرسه لبست هذه كتشوفوني لبست نيتيل لبست في البلوغ اللي فات لا ما عرفتش اللي كانت في البلوغات. المهم نهار كنحط لكم داكشي يا ما متابعين يعني بالترتيب نهار مورا نهار كما وعدتكم قلت لكم نحط لكم بلوغات نحاول كل نهار كل نهار وغاديه نديروا في الوعد ديالي اول مره يمكن انا نفوت بالوعد ديال البلوغات الحقيقه ديما كنقول لكم نديرهم في الاخر كنقلب ماشي كنقلب بخاطري كنساه ولكن هذه المره سي ولدي دايركم في البال دايركم في البال 100%. وصافي كما قلت لكم البنات دابا مشيت لبست عليا دغيا هذه وصافي قلت غادي نمشي للمدرسه عندي دنيا ونرجع نلبس حوايج جديده باش كنقعد القديمه وكنبقاش نخرج. كل لبست حوايجي كنمشي ديريك شدي التران ومشيت والله تنعكز دابا ملي كنجي للدار رجع كنعكز. حطيت حوايجي هنا اللي كنت غادي نلبس وداكشي صافي نلبس عليا هاد الجليله بدغيا كنقولها جليله بمي هادي اللي كنت وصلت بها البنات عند ايفاترين راكم شفتوها في الفيديو دير كتجي على شكل بحال اللي كنقولوا سوده دايره ولكن طويله ما حقاش سخونه صراحه وسهله تلبس مع سروال كحل سبرديله بيضه صافي كندير الزيف كحل وكنمشي وصافي. هادشي اللي كاين البنات اليوم ما عرفتش غادي ندير والله نقول لكم علاش انا قلت ما نمشيش ماشي عاكزت وحقاش ما نعسش نو حقاش هاد الايام تخربق لي البروغرام ما كنعش بالليل مزيان صراحه ديما ما عرفت مالي ما كنعش مزيان بالليل نصاوب التليفون ما كنعش مزيان بالليل هاد الزيف هذا كيهبط ليا ما عرفتش علاش. قلت لكم البنات ما كنعش مزيان بالليل وفي الصباح ما كنقدرش نفيق وكنمشي ندير عليا بالزمني وكنمشي نقرا بالزمني شفتو في التخزيخه يعني بروح لي بروغرام شويه مخربق ليا بحال البارح مثلا راكم شفتو ما بقيتش كملت لكم فلوق لانني نعس صافي جيت مشيت قدام مع ماما السبيطار 6 ديال العشيه تخيلوا نعست لان يعني السينما ما بقيتش قادره نوقف درت بحال قلت واحد لاسيست ديال ساعه ساعه ونص يمكن ساعه ونص ديال المكان يمكن وفق صافي فقت بديت خديت المسائل ديالي ولكن ما بقاش يكفاني الوقت باش نكمل الشغلات اللي خصني ندير راكم عارفين الدار الزيوفه. المهم بزاف الروينه نجاوب لي زيمايل وداك التخربيق ما بقاش الوقت كيكفاني والو 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 وليت مجاريه دابا كيوصل لي الوقت النعاس ديال دانيا كنعس دانيا صافي كندير شي حاجه اخرى انا تخص الدار من بعد صافي تيخص تنعي حتى انا تيخص نبغي نرتاح يعني ما كنكملش المسائل يا اما ما كنكملش لي زيمايل يا اما ما كنكملش الدار يا اما ضروري ما كتبقى شي حاجه خاصه وصافي داكشي عرفتي شنو اليوم يعني مع هذاك ماشي اوبليجي نمشي نوض نجمع شويه الدار ونرتب شويه اموري وصافي باش هاد النهار غادي ندير بحال اللي ما مشيتش نقرا نحاول نرتب نمشي دابا كنضر الناس واحد الساعه ولا ساعتين حقاش كما قلت لكم يلا دي الدنيا راه تسعود دابا تسعود شي حاجه غادي نعس حتى ديك الحضاش بحال هكا كنرتاح شويه باش كما قلت لكم نرجع داك نعس كل ما نعستش بالليل انه سينما ما نقدرش نكمل النهار وديك الساعه نوض ان شاء الله نصاوب المسائل ديالي ونجمع الدار هذيك الساعه نشوف غنشوف وين كنا غنجيب دانيا لحقاش ما كنكم عارفين كنسجلش لكم فاش كنجمع الدار لان يعني انا اصلا كما قلت لكم ما كيعجبنيش نجمع الدار تيعجبني نشوفها مجموعه ولكن ما كيعجبنيش نجمعها ملي كنكون كنجمع ما كنبغيش واحد يبقى يشوف فيا ولا يكون معايا شي واحد كنشقى تنبدل الحاجه صافي ما كنزقاش حتى نكملها. يعني ما كيعجبنيش نبقى هز التليفون من هنا حط التليفون من هنا نبقى نتلوى لا صافي كنبدا الشقيه ما هو بحال وصلنا واحد الايميل عاوتاني وقلت لكم باش نتكا. المهم كان هاد الايميل نجاوبو دابا باش نمشي نتكا وصافي البنات هادشي اللي غادي ندير دابا والله شكون لي بحالي ملي كتنعش بالليل كيتخربق عليا كلشي
كتبقى النهار كله مسخسخه. ايه واش غادي نديرو؟ شي اللي كاين. يلا نتلاقاو من بعد، باي. صافي بنات انا هابطه نجيب دانيا الشوق في هاللبسه. وي انا مربط التليفون. المهم ماشي شي كيف بحال القشاش بعدو. جيت لك واحد الحاجه شوفي شو كتحماق على شي حاجه سميتها تشوبا تشوب. جبتك مامي تشوبا تشوب. يلا عييتي اليوم؟ اشنو لعبتو اليوم؟ اشنو درتي مع ماما؟ يلا 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 رجعت لكم مشيت جبت دانيا المدرسه كما شفتوا. بقيت كنتسنى واحد شويه باش يفتح مول هذاك المكتبه، لحقاش خصني ناخذ الكتوبه، باقي خصني ناخذ واحد جوج كتوبه. هاد العام صراحه ما ناخذش كتوبه بزاف لحقاش بحال الماط مثلا باش ناخذ الكتاب غنبقى نقيد هذاك الشيء كيقولنا المعلم ونراجع على داك الاساس، لانه العام اللي فات داك الشيء كانت كتقولنا المعلمه هو اللي كيخرج في الامتحان، يعني بلا ما ندوخ راسي بالكتاب. صراحه انا بغيت هذاك، يعني حسيت براسي غادي نفهم حسن. مهم قبل ما نمشي نجيب دانيا كما قلت لكم غنجمع الروينه ديالي، لحقاش هذا ثقال ليا بالحوايج بالجاكيطات، لحقاش الجاكيطات ثقالين حيدتهم درتهم في الماريو. مهم رتبت هادشي كلشي انا غادي نوريه لكم، كنحس راسي درت انجاز انجاز عظيم. مهم وباقي لي هنا في الارض داكشي ديالكم عارفين الكرتون الوراق داكشي فاش كيوصلك شي حاجه كنبقى نخليهم هنا محطوطين محطوطين نجمعهم في نهار واحد وكنخرجهم. غنجمع هاد الروينه هادي وغيبقاو لي حوايج الصابون، يمكن جوج لابادورات لي باقي ما طويتش خصني نطويهم، لان انا شي مرات كندير حتى 3 صبينات في النهار عاد باش صافي ديك الساعه كنحيد عليا الصابون. وصافي البنات هادشي هو لي درت منين كنت هنايا، يعني منين كنت في الدار وما درتش معاكم. وكنت كنهضر مع واحد صاحبتي جدينا جمعوا عنيت كنضحكوا قلت لها هلو، وهي تقول لي وقهرطينا بهاد الكلمه قهرتينا بهذ الكلمه اللي تعلمتي ديال الانجليزيه. قلت لها وياك قلت لها بلاتي نتعلم شي جوج كلمات ثلاثه ما بقاوش تسمعوني كنهضر بالعربيه. اي 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 قلت لها صافي حتى البنات في لي فلوغ راه وليت كل نهار كنقول لهم هلو جيرز. قلت لها صافي تعلمت جوج كلمات غادي نفضحكم غادي نفضحكم عباد الله. صافي البنات دابا نكمل الجميع ديال هاد الروينه باش نرتاح ديال بصح. غنمشي دانيا نخليها تنعس شويه، نديرها تنعس نعطيها الحليب ونخليها تنعس ترتاح شويه لحقاش تجي مسكينه عيانه، وبين ما نكمل انا الشغالات ديالي باش يلاه نفيقها. ما عرفتش شنو كنقول، كنت نهضر معكم وعيطوا لي على حساب واحد الباكيطي بغاو يجيبوه ليا وما لقاوش، قال لك لقاو في الدار كيجي كاسوني كيحسب لي حتى واحد مساكن في الدار وغلطنا في النمره. صافي لحقاش الصباح كنكون في القرايه وقلت لهم يعني بحاولوا يجيبوا لي في العشيه، هي فين كنكون في الدار لحقاش الصباح ما كنكونش. وصافي ما عقلتش حتى شنو كنت كنقول لكم. المهم غنمشي نجمع الروينه كما قلت لكم خليها هي تنعس ونكمل. والله ما عقل شنو قلت، كيبان لي خصني نقطع هادشي كلشي اللي قلت الا كنت معاوده لكم باش ما تملوش في لي فلوغ. هادو هما لي فلوغ، يعني كتحسي براسك ملي كتجي صاحبتك تعاودي ليها في الصباح شي حاجه وكتعاودي ليها في العشيه لانك نسيتي كتهضري معاها بزاف، هادشي كيوقع لي معكم انا في لي فلوغ. المهم شنو قلت لكم، المهم خلي دنيا تنعس غنجي نكمل روينتي و غنصاوب لكم واحد الفيديو ندير ليه المونتاج. هو مسجل يومين هادي ما عرفت 3 ايام ما عقلتش بالضبط شحال، وغنسجلو ونحطو لكم في القناه هادي يعجبكم بزاف اللي هو مورنينغ روتين. روتيني فاش كنمشي ندير دانيا مدرسه وكنبقى ريلاكس، يعني ما تعنيش قلا والو غادي غير نتهلا فراسي. هذا هو اللي غادي نصاوب لكم اليوم باش نحط لكم ان شاء الله غدا. يلا البنات بلا ما نطول عليكم، والله ما عقلت شنو كنت كنقول لكم، بقى في الحال نكون كنقول لكم شي حاجه مهمه ومشات. مهم من بعد نشوف ديك الساعه كانت شي حاجه مهمه نعاود نقولها لكم. يلا باش نكمل الروينه ديالي. هيا البنات جمع لي جمعت كما كتشوفوا، حاولت نرتب هادشي خليت الحوايج كيتلبسوا خفافين، وهنايا الجاكيطات البلايزرز ماي لوفر البلايزرز البنات اللوف ديالي. شوفوا عندي جميع الالوان، هذه راه بلايزر ديال هذه فوق هذه لاني عارفه ان هذه فيها خزي لان مابقاش كياخذوا لي بزاف لي سباس. هذه بالاحمر عندي بالكحل، كنحماق على شي حاجه سميتها البلايزر لانها كتعتقني نهار بغيت نلبس كلاس ولا بغيت نلبس كاجوال كما كنقول البنات كاسوال كيقولوا شنو هي كاسوال، كاسوال بالاسبانيو كيقولوا كاسوال، هي كاجوال كاجوال ما عرفت بالانجليزيه. المهم راكم عارفين كينفعوني بزاف 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 بزاف. هما التشاكيطات ديال الجين، التشاكيطات ديال الزين زين سي التشاكيطات ديال ملي كتلقى لي الشا بزاف كندوخ التشاكيطات ديال الجين كيحمقوني. هادو عندي هاد جوجات
وهذه ديال العسكر اللي كتحمق البنات عليها كتسولني ديما اش كنبان لابسه وداك الشيء اللي خدامشي راني وريتها لكم في الهول وخليت لكم الليان انا غنخليكم هنا الليان ديال الفيديو هنا الفوق باش لا بغيتو تدخلوا تشوفوا تهزوا الليان تاخذوها وهادو باقي ما لبستهمش يعني باقي ما لبستهمش نخرج بهم وداك الشيء غنوريهم لكم وصافي ما عرفش صراحه واش غادي يكونوا تا هما من شتي كتب لكم روينه في الارض باقي ما كملش الجميع كما قلت لكم ما عرفش غيكونوا تما بحال ديال الجين غنقلبسهم بزاف ولا لا المهم غنلبسهم غادي تشوفوهم اكيد في شي فلوق دابا الفلوقات تولوا تشوفوني ديما شنو كادير كنلبس وصافي وكما قلت لكم غادي نمشي نكمل دابا هذا الشيء البقايه ديال الروينه باش منين دنيا تفيق دابا عاد سمعت شنو كنت كنقول باش منين دنيا تفيق من النعاس نكون نتلقاني فارغه وندوش ليها ونعطيها ثاني تعشى ونريح معها شويه باش نمشي عاوتاني تنعس الوقت كيطير سي المهم غنمشي نكمل رويتي الخدمه الاخرى اللي بغيت ندير هذا النهار هو نبدل هذه الشجره هذه نبدلها من هنايا ونديرها هنايا هذا نديرها ديريكت هنا كتحطها غير هنا ولا كنحيدها من هذا ديال البلاستيك باش الجذور ديالها يبقاو اتساع لانه هنا متسع لهنا كما كتشوفوا وصافي شي اللي غادي ندير دابا ما حد ني الدنيا البنات كتشرب الحليب ديالها نستغل الفرصه ندير سميتو مصابات الشجره نيت هنا حداها ونجمع انا وياها ومعاكم بجوج كيتا مامي ديال فولي نستعملها ديال الحلوه حقاش ما عنديش هذيك اللي كيستعملوا بها البنات بغيت نسولكم واحد السؤال بغيت نوريكم بغيت نسولكم على هاد القضيه اللي وقعت لي هنايا عرفتي المش قبل ما مش منين كان مسكين عندي شو قعدها لي كامله كانت هي كامله بحال هكا من الفوق كما كتشوفوا هادو طوالي ولكن دابا ولات بحال هكا بانت لكم شي روينه كما قلت لكم راني كنجمع داكشي علاش المهم ولات بحال هكا كاع عض لها هاد البليسات هادو ولات خايبه ما عرفتش ندير واش نقطعهم دابا وشنو ندير البنات اللي عندكم خبره في هادشي ديال النبات انا راه ما عنديش انا ما عنديش الخبره البنات لهذا الا كانت عندكم شي خبره افيدوني فيدوني عفاكم باش نعرف هاد القضيه هادي شتو البنات شوفوا الجذور ديالها شتي مساكن مزيرين شتو لهذا كنت غادي نديرها هنا ولكن خاصني يمكن نجيب التراب كنظن خصني نجيب التراب باش نزيدو عليها من الجناب باش تبقى صافي زاكيه ان شاء الله غدا غنمشي نجيبو دابا غنحاول نزكي التراب ديالها غير من هنا من الجناب بحال هكا نسقيها بشويه الماء خاصك غير الصباح جديد دنيا مدرسة هذه البنات انا كنسقيها جمرة في السيمانة كل 3 ايام كل 3 ايام كنسقيها بالضبط كنسقيها صافي غندير غنجيب التراب غنزيد هاد التراب باش ما تبقاش تحرك صافي هو بالنسبه للبنات انا كنسقيهم بالماء ديال زعما الماء مصفي ديال الشراي ولا الماء اللي كانت عندكم مصفيه في الدار يعني ماشي الماء الاخر باش يبقاو زوينين وصافي هادشي اللي كاين البنات دابا نمشي نحطها في بلاصتها قال لي البنات هادي عرفتي كانت زوينه فاش يلاه شريتها ولكن تي نشوفوا لها هاد الجنيبات هادو كما شفتوا حيت لهادو كنشوفوا بزاف المهم حتى هي غندير كما كتشوفوا كتنبت كتعاود يخرجوا لها هادو جدادين بالحق الورد نشف كنظن خصو يطيح باش ينوض ورد اخر جديد ما عرفتش صراحه انا كما قلت لكم ما عنديش خبره في هذا الشيء بالحق كيحمقني يكون عندي في الدار بالحق غادي نبقى ان شاء الله نقرا على هذا الشيء اكثر كما كتشوفوا الورد ديالها نشفرتيني كان يعني باقي ما نشوفش كان زوينه كتحطاني هنا في الصالون فوق الطبله لهذا غنديروا غناخذ لها حتى هي واحد الفاز صغير على حساب اللي نخليها فوق الطبله وغادي نشوف في الانترنت ما عرفتش حتى سميتها والله ما عرفتش شنو سميتها خصني نمشي ان شاء الله معدم شريتها ونسولها شنو سميتها باش نقلب كيفاش نعاود زعما نحافظ عليها وداك الشيء سولتها على السقي قالت لي تبقاي تسقيها شي مره السيمانه ما عرفتش ما عقلت كنظن تايه جوج المرات ماشي بزاف سي صافي البنات هادشي اللي كاين نمشي نكمل الروينه شحال مره قلت لكم الروينه في هذا الفيديو اكيد لانني كاينه عارف الروينه النهار المهم بنات لقيتوني يلاه ساليت الجميع وبغيت نشارك معكم واحد المنتج لانه هاد الكوافوزه ولا هاد الموبل هذا كان عندي مثل كله بالكريم اساس لانني هنايا كندير الماكياج راكم فايت لكم شفتوا هادشي المهم كان مطلع ليا بكريم اساس وما كيحيدش كنستعمل هذاك الليمبيادور ديال مولتي اوزوس وما كيحيدوش ليا درت ديال الخشب هو ما كيحيد ليش هذاك الفوندو تاع عرفتي كان كاع مطبع مابقاش عاجبني وانا نجرب هادي اللي كنت شريت من الناديه صراحه ما جربتش كيتا غراسا ديال الميركادونا في هاد الموبل ما عرفت قلت صافي خليه حتى من بعد نجربها ومن بعد دابا سالات لي وانا نجرب هذا ديالي وريتكم عقلت راه قلت لكم فاش خديتو هذا مهم عرفتي رشيتو حيد داكشي دقه واحده دقه واحده البنات ما بقات تطبع عرفتي عجبني بزاف 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 ومنيت مسحت به حتى البوطه دابا فاش كنت كنجمع والصراحه كي معني زوين خدمته مزيانه مهم هذا كيبان لي راه فيه الكانتيداد واخا غالي ديال الميركادونا ولكن راه فيه كانت فيه لتر واحد ديال الميركادونا يمكن فيه 750 دابا ندير نوريه لكم المهم لهذا هذا زيد في الثمن ديال 70 ديال الميركادونا داير شنو هي دي بقى حالتها بالشقه
وهذا كما قلت لكم تيطلع حتى هو مزيان يعني تقريبا راه نفس الثمن لانه فيه كونتيتي كثير على ديال ميركادونا. المهم عجبني وبغيتكم تقولوا لي اين هو البنات اللي زعما اين هو اللي كيعجبكم اكثر، واش جربتوا هذا ديال الديا هادو ديال الديا وجربتوا ديال ميركادونا يعني جربتوهم بجوج اين هو اللي جاكم حسن ولا وهذا. انا صراحه هذا عجبني لانه دابا كيحيد الماكياج وانا عندي مشكل مع الماكياج مع الفوندو تاع شحال مره كيبقى لي كلشي واخا ماما كلشي كيبقى لي مطبع لهذا عجبني ولكن غنبقى نستعمله اكثر. شوفوا شحال استعملت منه واش كيبان لكم شفتو يعني كما قلت لكم درت لي بياسه اليوم لهذا انا وريتكم هذا المنتج هذا زوين عجبني وانا غنبقى نستعمله وان شاء الله من هنا القدام غادي نقول لكم يعني تجربتي معاه كامله ملي نساليه ان شاء الله. بالنسبه ملي جيت للبيت البنات بدلت اليوم كان مره في السيمانه تقريبا ولا جوج مرات في السيمانه على حسب كنبدل لي زورا والوساده وداك الشيء. بالنسبه للوساده كنحاول نبدلها جوج مرات لحقاش على حساب الحبوب راكم عارفين وليزار كنبدلو مره في السيمانه جوج على حسب كما قلت لكم وصافي. هادشي اللي كانوا داكشي اللي درت اليوم حيتهم باش نصبنهم وبدلت داكشي وصافي هادشي اللي كاين. يلا هنا الدنيا وصافي غنمشي حتى انا دابا وبغيت نوريكم هاد الكورميطي حقاش الصباح معش بان لكم. المهم درتها بالليل حقاش في الصباح متي كبانيش الوقت حمقاتني قلت اكيد نديرها معكم نوريها لكم كتجي خفيفه وزوينه. درت حتى السنيسله غدا الا بانت يعني ملي ندير الزيف وداكشي الا بانت نوريها لكم في الفلوق ان شاء الله ديال غدا وصافي. صاحبتي العزاز هادشي قلت شاركه معكم ونيت غنقول لكم شوف كيبان لكم ها هو الكرتون كاع تحت الارض اللي كنت كنحل باش نشوف اشنو اشنو عندي في الاكسسوار. المهم تصبحوا على خير تهلاو براسكم حتى نتلاقاو في فيديو ما جيب تصبحوا على خير.